أهلا بكم إلى التفاصيل. بجماعة المهرزة الساحل بإقليم الجديدة، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر الدار البيضاء، محطة هي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الأفريقية، عند الانتهاء من إنجازها بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب. ستستفيد منها ساكنة تقدر بسبعة ملايين ونصف المليون شخص، وبكلفة إجمالية تقدر بستة ملايير ونصف المليار درهم، تمت تعبئتها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. المزيد في ورقة لسعيد أجانب بعدسة عبد الرحيم البحديوي. 300 مليون متر مكعب هي القدرة الإنتاجية السنوية لمحطة تحلية مياه البحر التي أعطى انطلاقة أشغال إنجازها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. مشروع سيستفيد منه قرابة 7 ملايين ونصف المليون شخص، كما يأتي على مساحة تقدر ب 50 هكتارا وسيكلف استثمارا بقيمة 6 ملايير ونصف مليار درهم، وذلك وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص. هي تعتبر من أكبر 5 محطات على الصعيد العالمي وأكبر محطة في إفريقيا. بعد الإنجاز ديالها إن شاء الله، هذه المحطة توفر الماء الصالح للشرب للساكنة ديال الدار البيضاء، ديال برشيد وديال سطات، والنواحي أيضا ديال بير جديد حد سوالم، وغادي تتمكن من توفير الماء الصالح للشرب لأكثر من 7.50 مليون ساكنة. الشطر الأول من المشروع والذي سيكون جاهزا عند نهاية سنة 2026 ستصل قدرته الإنتاجية إلى 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، لترتفع هذه القدرة إلى أزيد من 800 ألف متر مكعب يوميا بحلول سنة 2028. 50 مليون متر مكعب منها ستخصص للقطاع الفلاحي. كما يأتي هذا المشروع بتكنولوجيا التناضح العكسي من خلال وحدة لتحلية مياه البحر تتكون من 3 محطات للضخ و3 خزانات وشبكة توزيع يصل طولها إلى 130 كيلومترا من قنوات البحر. هو مشروع مذهل وضخم، فهو واحد من أكبر مشاريع تحلية مياه البحر على المستوى العالمي، وخصوصيته أنه يعتمد على الطاقات المتجددة. أعتقد أنه سيساهم في حل مشكلة تعاني منها كل دول العالم. محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء تضم أيضا قناتين لجلب مياه البحر بطول يقدر ب 1850 مترا، إلى جانب قناة لتصريف المياه يقدر طولها ب 2500 متر. فاعتمادها على الطاقات المتجددة سيخفض من تكلفة إنتاج الماء الشروب ليحدد في 4.48 دراهم للمتر مكعب. ومشروع يعكس الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للقضية الاستراتيجية للماء، كما يشكل جزءا مندمجا في محور تطوير العرض المائي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.